بنرحب بحضراتكم مرة تانية. حديث عن اللجنة الأولمبية المصرية. وأنا الحقيقة بحب أستدعي مقولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي إن المجاملة فساد. لأن جزء كبير جداً من مشاكلنا في قطاعات كتيرة جداً هي وجود المجاملات. ولو جيت اتكلمت عن قطاع الرياضة وتحديداً اللجنة الأولمبية، هتلاقي مش مجاملات، لا ده انت هتلاقي، انا اسف يعني، في المصايب اكتر من كده بكتير قوي. هنرجع بس مع حضراتكم اسبوعين فاتوا في بداية الدورة الأولمبية في طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. قلت لحضراتكم وبفضل الله سبحانه وتعالى دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بيها، ان احنا تحليلنا مع حضراتكم لأي موقف بيبقى بشكل موضوعي ما بنمشيش مع الرايجة. يعني ايه؟ يعني هتلاقي حضرتك جزء من المسؤولين في اللجنة الأولمبية قالك في بداية المشوار لما كانت الدنيا مش ماشية كويس، يا جماعة اصل ما فيش امكانيات واحنا والكورونا والبتاع، لما لقى ان الدنيا مشيت كويس قالك اه طبعا ده احنا استعدينا وعملنا وبقت الدنيا كلها زي الفل، وبينزل يتصور عادي مع الناس اللي هو اصلا ما كانش عارف ان هم هيجيبوا ميداليات، بس هو نزل يتصور معاهم عشان يتحط في الصورة. ساعتها قلنا لحضراتكم ايه؟ قلنا لحضراتكم ان الطبيعي والمنطقي والمظبوط وحق ربنا سبحانه وتعالى ان حد يطلع يقول لنا انتوا هتعملوا ايه، يبقى في شفافيه، كل اتحاد يطلع يقول المستهدف من هذه البطوله ايه وازاي استعد عشان نعرف نحاسبه، لان مفيش حد كبير ولا فوق الحساب. فيجي مثلا اتحاد شرفنا ورفع راسنا زي الكاراتيه يقول لنا احنا هيبقى عندنا نجمة اسمها فريال أشرف شرفت مصر كلها ورفعت راس مصر كلها، هتحقق ميدالية ذهبية. وتيجي اتحادات تانية ما بتعملش أي حاجة في أي حاجة، مش عارفة تقول لنا أي حاجة فتدارة، فمحدش يعرف يكلمها. طب مين المسؤول عن القصة دي كلها؟ اللجنة الأولمبية هي المفروض اللي تتصدر المشهد وتتحمل مسؤولياتها. حضرتك بقالك 4 سنين بتعمل ايه؟ 285 مليون جنيه اتصرفوا في ايه؟ وعشان نجيب كام ميدالية؟ وال134 لاعب اللي هم قوام بعثة منتخب مصر أو منتخبات مصر الأولمبية في مختلف اللعبات في دورة أولمبياد طوكيو، ال285 مليون جنيه دول اتصرفوا عليهم إزاي؟ ما هو لو حضرتك مش قادر تاخد بالك من التغييرات الجذرية اللي حاصلة في جمهورية مصر العربية والجمهورية الجديدة بالشكل اللي بيحصل فيها، وإن مفيش حد فوق الحساب، وإن مفيش مخطئ لا يعاقب، يبقى أكيد حضرتك عندك مشكلة كبيرة جدا. وبالفعل أنت عندك مشكلة كبيرة جدا، وزي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية إن أنا بحب أتكلم بوقائع مش بكلام مرسل، هقول لحضراتكم إيه الوقائع دي. فلازم حضرتك تطلع تتحمل مسؤولياتك، مش لما يبقى في إخفاقات تدارى ومحدش يسمع صوتك ولا يشوفك، ولما يبقى في نجاحات حصلت بالصدفة، حصلت بالصدفة نتيجة اجتهاد بعض اللاعبين وبعض الأبطال وبعض المسؤولين في بعض الاتحادات، تقوم تتصدر المشهد عشان تاخد الصور وينسب النجاح ليك. ده ما ينفعش. طب لما تيجي تبص بقى وندعبس في الورق وندعبس في الوقائع، لأنه القصة مش قصة رياضة بس. النهاردة مسؤول اللجنة الأولمبية وأي مسؤول في أي نادي هو زي ما بينشئ بطل أو بيساعد في تكوين بطل على المستوى الرياضي، على المستوى الفني، على المستوى المهني، هو كمان بيشكل البطل ده على المستوى الأخلاقي. فلازم أنا كمدير، لازم أنا كرئيس للجنة الأولمبية، كإدارة لجنة أولمبية، أكون قدوة للعيبة وقدوة للاتحادات في تطبيق المثل والأخلاق والاحترام قبل ما أكون بساعدهم عشان يبقوا أبطال. لما تيجي بقى تبص حضرتك على الفلوس اللي اتصرفت دي راحت فين، ما تعرفش. طب يا جماعه حد يطلع يقول لنا بس الحاجات الفلوس دي اتصرفت ازاي، وانتوا كنتوا عاملين ايه، وخططتوا ازاي للي قبل كده، وهتخططوا ازاي اللي بعد كده، برضو ما تعرفش، محدش يجاوبك. طب يا جماعه ده احنا عرضنا من يومين، يوم الاثنين، يوم الخميس اللي فات، عرضنا لحضراتكم توقعات، انتوا اللي ايديكم في الميه، اللي انتوا اللي شغالين مع الابطال ومع اللعيبه، عرضنا لحضراتكم على الشاشة توقعات اللجنة الأولمبية للأبطال وهيعملوا إيه؟ اللي حصل حاجة تانية خالص، في ناس جابت ميداليات هم أصلا ما كانوش حاطينها في توقعات. وأعيد وأزيد للمرة الثالثة،
اللعبات الأولمبية أغلبها تقدر تتوقع فيه بشكل كبير جدا أنت رايح فين، أنت مستواك فين، أنت رقمك العالمي أو رقمك الأولمبي فين، تقدر توصل تتنافس مع مين ومركزك يبقى فين. ما هياش حاجة فيها يعني لوغاريتمات وألغاز يعني، والديفيشن التباين فيها مش كبير يعني، ممكن تبقى مثلا ما بين الخامس والسادس السابع، كان مش تبقى الخامس مثلا او ال 38، ما بقاش كده. تيجي بقى تبص على اللي بيحصل في اللجنه الاولمبيه، فتلاقي حضرتك مثلا الجهاز المركزي للمحاسبات، ودي حاجه طبعا حاجه الواحد بيفتخر بيها، لان احنا عندنا مؤسسات قويه جدا 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 في الدوله المصريه، وخاصه المؤسسات والاجهزه الرقابيه. جهاز الرقابة الإدارية يعني العظيم، جهاز المركزي للمحاسبات، عندنا أجهزة رقابية ومؤسسات في الدولة المصرية كل واحد فينا يفتخر بيها، وبتضرب بإيد من الحديد في الفترات اللي فاتت، وحضراتكم أكيد متابعين وشايفين ده بشكل يعني جالي للعيان وجالي للقاسي والداني. لما تلاقي إن تقرير جهاز المركزي للمحاسبات واحد من المخالفات اللي مذكورة فيه إنه المهندس هشام حطب هو رئيس اتحاد الفروسية، وهو رئيس اللجنة الأولمبية، وهو رئيس مركز التسوية والتحكيم المصري. عارفين حضراتكم فنان العظيم رحمة الله عليه سعيد صالح لما قال لك أنا رحت المدرسة وضربت الجرس ودرستلي، هو بالظبط كده يعني، أنا رئيس اللجنة الأولمبية وأنا برضو رئيس الاتحاد الفروسية، وأنا برضو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنا رئيس مركز التسوية والتحكيم، أنا حمود الهلب، إن خس جسمه كفاية اسمه. يا جدعان ده يعني إيه ده؟ هل في نضوب للكفاءات في مصر بالمنظر اللي إحنا يعني بالمنظر ده؟ لا طبعا هو مش نضوب للكفاءات، هي مجاملات ترتقي إلى حد الفساد، وهي بالفعل فساد وإفساد في اللجنة الأولمبية المصرية وفي الرياضة المصرية. بنتحمل نتيجتها، ان بدل ما نروح نجيب 40-50 ميداليه بنجيب 6 ميداليات، بدل ما يبقى عندنا ابطال بيتم اعدادهم بشكل مظبوط وبشكل مهني بشكل احترافي نفرح بيهم كلنا. وحضراتكم شفتوا الاحتفال الشعبي الجميل الحلو العظيم اللي عملوه اهلنا وحبايبنا في المطريه لبنتهم فريال اشرف. شوف الجمال، شوف فرحه الشعب المصري بولاده وبناته عامله ازاي لما اللي جاب الذهبيه ولما جاب الفضيه والناس اللي جابت برونزيه، شوف فرحتنا بيهم ازاي، شوف الناس كانت بتصحى من صباحيه ربنا عشان تتفرج على ابطالنا ازاي وعشان تتفرج على منتخبنا الوطني لكره اليد، شوف فخرنا واحنا نازلين نلعب اعتى المنتخبات، ايطاليا قصدي المانيا والبرتغال وفرنسا واسبانيا، واحنا ند معاهم. بس الناس في اللجنه الاولمبيه مش هو ده اللي شاغلها، مش هو ده اللي مستحوذ على اهتمامها. طب ايه تاني في مخالفات الجهاز المركزي للمحاسبات؟ قال لحضرتك ان السيد رئيس مجلس او السيد رئيس مركز التسويه والتحكيم اخذ دعم من وزاره الشباب والرياضه للمركز، بس محدش سواه يعني، محدش، ما انت حضرتك بتاخد دعم من وزاره الشباب والرياضه بترجع بقى مستندات، انت صرفت الدعم ده في ايه؟ ده ما حصلش. طب في بعض الانديه والاتحادات اتوقع عليها غرامات المفروض تدفعها، لا ما اتدفعتش، وفي أندية تانية واتحادات أخرى المفروض تحصل عقوبات اتحكم ليهم بيها، لا ما دفعناهاش، يعني لا حصلنا ولا دفعنا للناس اللي ليهم حقوق. الحاجة بقى اللي تضحك وفي نفس الوقت تخليك متنرفز ومتعصب جدا، وهي إيه؟ إن الرئيس أو إن رئيس مركز التسوية والتحكيم المصري اللي هو المهندس هشام حطب، اللي هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية، اللي هو نفسه رئيس اتحاد الفروسية، بس بقى في منصبه في البدلة بتاعت رئيس مركز التسوية والتحكيم المصري، كان بيطلع مكافآت من مركز التسوية لناس في اللجنة الأولمبية. ما هي منفذة على بعض بقى، ما احنا فاتحين جايبين شقتين وعاملين كوبري ما بينهم، بنطلع مكافآت من مركز التسوية والتحكيم يروح للجنة الأولمبية. ده كله حضرتك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات. عشان كده بقول لحضرتك قصة تعدد فكرة المجاملات اللي هي أصلا فساد وإحنا متفقين عليها، وأنا بستدعي الجملة دي وبحب أستدعيها دايما، المجاملة فساد. ما بالك بقى لما يبقى كمان فساد يعني مش بس عن طريق المجاملة، لأ ده فساد يعني بشكل دوكيومنتد بشكل موثق،
تروح بقى لحاجة تانية خالص. هنا بقى سيبنا البدلة بتاعت رئيس مركز التسوية والتحكيم المصري، نروح بقى لبدلة، ما انا اقول لحضرتك تاني، الفنان سعيد صالح لما قال لك انا رحت المدرسة ورنيت الجرس ودرستلي، روح بقى ايه كرئيس اتحاد فروسية. تخيل حضراتكم، تخيلوا حضراتكم ان احنا في الفترة من 2008 ل 2010 جبنا والله الموضوع فعلا يعني هو من كتر يعني من كتر الكوميديا السوداء يخليك فعلا يعني تضحك. جبنا 277 حصان. ركز حضرتك في الرقم، من 2008 ل 2010 جبنا 277 حصان. هنعمل حملة فريزر، يعني احنا رايحين عندنا حملة ايام المماليك هنستخدم فيها ال 277 حصان. انت فين اصلا الاتحاد الفروسية؟ بيعمل ايه الاتحاد الفروسية؟ تلات ارباع الناس اللي بتمثلنا في الاتحاد الفروسية اصلا ايه؟ هم بيأهلوا نفسهم من جيبهم الخاص يعني، عشان حضرتك تبقوا عارفين. بس ما علينا، تشوف بقى ال 277 حصان دول ايه اللي حصل فيهم؟ ما تعرفش ايه اللي موجود وما تعرفش راح فين، واللي رجع صدرناه رجعناه تاني بعد ما كنا استوريناه صدرناه تاني وما دفعش، ما تمش تسويه الفلوس والمبالغ الجمركيه بتاعته. كلام تيجي تبص على ارقام وتيجي تبص على طب انت عملت ايه حضرتك بال 277 حصان دول؟ لا ما تعرفش انت عملت بيهم ايه. طب احنا يا جماعه احنا هنتاجر في الحصانه؟ يعني احنا بنستغل عاملين عارف حضرتك كده ايه النشاط اجتماعي وده نشاط اقتصادي وبتاع، عاملين نشاط اقتصادي في اللجنه الاولمبيه، بنبيع حصانه وبنتاجر في الحصانه، فبنجيب 277 خد ده وهات ده وشوف ده عامل ازاي وانا يا جدعان ده عملت ايه انت بال 277 حصان؟ طب الاتحاد الفروسي عمل ايه؟ ما تعرفش برضو حضرتك. تيجي بقى للمخالفات، ده مخالفات الاتحاد الفروسي، تخش بقى على مخالفات اللجنه الاولمبيه. خلصنا بدله مركز التسويه والتحكيم، خلصنا بدله الاتحاد الفروسي، خش على بدله بقى ايه اللجنه الاولمبيه، تلاقي حضرتك واحده من المخالفات ايه؟ واحده من المخالفات الخاصه باللجنة الأولمبية إن وزارة الشباب والرياضة بتعتمد قرار أي بعثة رياضية بتطلع بيبقى ليها قرار من وزارة الشباب والرياضة. القرار ده طلع فيه إن هم هيصرفوا عهد معينة، عهد عشان يصرفوا منها في السفر بتاعهم. فالعهدة دي طلع بعثة أولمبية، فأنت متخيل العهدة دي ممكن تكون برقم كبير إزاي. العهد دي بتتاخد ما بترجع، المفروض أنت لما بترجع من السفر البعثة الأولمبية بترجع، اللجنة الأولمبية بتقدم للجهة الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة، بتقدم لها بيان بالمصروفات اللي اتدفعت وقدام كل مصروف المصروف ده اتصرف في ايه عشان تسدد العهدة دي. انت اخدت عهدة مثلا 1000 جنيه، صرفت ال 1000 جنيه دي في ايه؟ او صرفت 500 600 وباقي 400 اتفضلوا حضراتكم الباقي اهو. ده ما بيحصلش، احنا بناخد العهدة وكان الله بالسر عليه. شكرا، شكرين جدا، انتوا عايزين ايه حضراتكم؟ احنا خدنا العهده وشكرا، احنا رايحين نلعب باسم مصر، انتوا هتتكلموا معانا في فلوس؟ احنا اخر حاجه نتكلم فيها الفلوس. طب بتجيب بطولات حضرتك؟ بتجيب ميداليات؟ عملت حضرتك قبل كده في البطوله بتاعت ريو دي جانيرو اللي كانت في البرازيل، من ساعتها لغايه النهارده حضرتك اشتغلت بشكل احترافي بشكل مهني عشان تاهل ان احنا بدل ما يبقى عندنا 6 يبقى عندنا 60 ميداليه؟ احنا ما فيش حد بيقول لنا اي حاجه، احنا رايحين يلا يا جماعه شدوا حيلكم يا رجاله احنا هنكسر الدنيا احنا باسم مصر. ايوه اسم مصر جميل وحلو وعظيم وكلنا بنفتخر بيه، بس عشان توصل ان انت ترفع اسم مصر لازم في مسببات. ربنا سبحانه وتعالى قال لك خد بالاسباب، اجتهد اعمل اللي عليك عشان توصل ترفع اسم مصر. لكن ما ينفعش يبقى عندنا ابطال زي الفل، ابطال والله العظيم زي الفل، ولا لاقين حته يتمرنوا فيها، لا لاقين حد يصرف عليهم، لا لاقين متابعه نفسيه جيده ليهم، ما فيش معسكرات، ما فيش اي حاجه، وفي الاخر عايزهم هم دول يروحوا ويكسبوا. طب ازاي يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ اقنعنا. نيجي بقى على الحاجة الأخيرة، يعني احنا اتكلمنا مع حضراتكم على بعض المخالفات اللي موجودة، وكمان على مستوى حتى الموضوعية والنقاش الموضوعي بعيد عن المخالفات اللي هي موجودة، وطبعا هيبقى ليها حساب وهنفضل نتكلم فيها لغاية لما بإذن الله نطلع لحضراتكم مرة كده نقول لحضراتكم يا جماعة أبشروا المخطئ تم معاقبته وتم محاسبته، والمخطئ حصل معاه 1 2 3 4. ده أنا ما اتكلمتش مع حضراتكم كمان على إقصاء الكثير من الأسماء المهمة والمحترمة جدا من رئاسة الاتحادات الرياضية المختلفة عشان أجيب حبايبي. أدي لحضرتك مثال، هتلاقي حضرتك مثلا الأستاذ وليد عطا
في اتحاد العاب القوه مش موجود، وائل السنوسي في اتحاد تنس الطاوله مش موجود، وتلاقي اسماء اخرى موجوده في اتحادات بعينها بتزكيه. ليه ما تعرفش؟ ليه ما تعرفش؟ فتيجي تدعبس وتبص وتشوف الاوراق تلاقي انه في ورق ومستندات بتوضح ان في شراكه ما بين رئيس اللجنه الاولمبيه وهو المهندس هشام حطب، وما بين رئيس الاتحاد المصري للسباحه المهندس ياسر ادريس، وهي الورقه قدام حضراتكم بتاريخ 15/5/2014. هل ده سبب؟ هل ده السبب؟ احنا بنسال. هل ده السبب؟ احنا بنسال مع حضراتكم وعايزين اجابه. هل هو ده السبب ان انا اخلي حد انا بميل ليه، بحبه، برتبط معاه بشراكه معينه، هو اللي يكون موجود، وممكن واحد تاني اكفأ منه ما يبقاش موجود؟ ويعني ايه الاتحادات المصريه بالتزكيه؟ انا مش فاهم يعني ايه الاتحاد المصري بالتزكيه. ما عندناش احنا يعني خلاص ما بقاش عندنا اسماء؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، الكلام ده ما ينفعش، والكلام ده ما يحصلش، وتحديدا في الوقت اللي احنا فيه. الوقت اللي احنا فيه ده تاني بكررها وبقولها، مفيش حد كبير على الحساب، ومفيش حد فوق الحساب، وكله بيتحاسب، وكله بيتعاقب، وأدخن تخين لو أخطأ هيتعاقب. وهنفضل مع حضراتكم فاتحين الملف ده لغاية لما نشوف المخطئين بيتعاقبوا، لغاية لما نشوف المقصرين بيتحاسبوا.